السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اخواني مشاهدينا الكرام الاعزاء. تاريخ اليوم 26 سبتمبر 2024 من بغداد شارع رشيد متحف الزعيم عبد الكريم قاسم، حياكم الله. مسموح التصوير داخل اخوي؟ نعم؟ على شو؟ على الكيكات. فيزا كارت ها؟ ايه ايوه ايه. نعم. طبعا اول ما تدخل تفتيش في رسم معين تدفعه. نعم جزاك الله خير، تسلم. في رسم معين تدفعه. زائري المتحف الكرام، انجازات ثورة 14 تموز في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم. السلام عليكم. طبعا بنختصر ما بقرا كل شيء انا، انتم على كيفكم. اللي يحب يشوف المعلومات يوقف الشاشه ويطلع على البيانات الموجوده. هذا العلم العراقي القديم، علم جمهوريه العراق سنه 1958. حياكم الله. بس ما زلنا في دفع الرسوم. هذا هو نصب الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم. خلاص؟ اي عادي بس هذا. كم الرسوم عمار؟ الرسوم كم دفعت الواحد؟ 3000. الرسم رسم الدخول تقريبا 3000، الشخص الواحد 3000 دينار. 3000 دينار ما يعادل تقريبا خلينا نقول 1000، 3 درهم. 3 درهم يعني 9 درهم. قاعة المقتنيات الشخصية. شو هذا؟ راديو الأولين طيبين. كأس كبير من النحاس مهدام التجار. زين صورة الزعيم القاسم. هذه مجموعة أقلام كان يستخدمها ملون. أدوات الحلاقة الخاصة بالزعيم الراحل. هذه بطاقته الشخصية، نقرب عليها. طبعا للأسف الكاميرا الجوبرو ما مش معايا حاليا، التصوير بالتليفون ان شاء الله يكون واضح، لان ما حاط في بالي اني اصور المتحف، فشفته على الطريق قلت خلني اصور.
هذه ادوات الحلاقه مالته. طوابع عراقيه قديمه، شعار الجمهوريه العراقيه الخالده. هذا اسمها الاول يعني بهالطريقه، شعار الجمهوريه الخالده. حلو. وهذه صور قديمه. انزين شوفي هذا اللبس ماله، ميداليات. اللبس الثاني شو بعد؟ هني الحاف، قراميص، شرشف، منشفة، بطانية، صوف عراقية الصنع. أيوة. كرسي كان يجلس عليه، هزاز. السيارة طبعا، هذه السيارة شو اسمه، سبق صورنا هذا في التعليمات داخل اول ما دخلنا. الشعار بس ما قلت لكم، اللي بيقرا المعلومات يوقف الشاشه ويطالع. هذه السياره اعتقد اليوم رشوها برصاص. هذه الجامة مكسورة من الطرف هذا. أعتقد والله أعلم أن القصة ما أعرفها بالضبط، يعني كان مشارك فيها صدام حسين في العملية هذه، عملية اغتيال يعني. شوف الرصاص مبين لي، شوف الباب هذا مهدئ كله من الرصاص. نوع السلاح، الامور الثانيه هذه ما اعرفها انا، تقدرون انتم تكتبون في جوجل تطلع عندكم معلومات. تعال عمار بس بنصور غرفه السلاح. صورت السيارة. بس يا ودها يلا خلي عشان الزوم تقربوا بعد. شوفوا هذه مقتنيات شخصية، كاميرا صغيرة، تصوير المناسبات الخاصة قديمة. شوفوها ايش كبرها هني. سلاح، وهذه كاميرا بعد، وهذه كاميرا، وهذا مسدس صغيرون دربين. هذه الأسلحة، رشاشات، هذه السلاح، مجموعة من الأسلحة مهداة للكريم، إلى الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم. شوفوا بندقية هذه. هذا ايش ما يستكتون ما ادري، بعد بندقية. وهذا خناجر، سدس، سدس بعد.
البصرة. تعال يا زعيم البلاد الفتوى غدها يحنك اللي هو رقم البطل عبد الكريم قاسم. مصحف قديم. مصاحف قديمة. والقهوة وشاي بعد مصاحف. شو بقى؟ قاعة الأسلحة خلصناها وش اسمه هذيك؟ مقتنعات شخصية والسيارة اللي تم اغتياله فيها. شو باقي؟ ليش خلاص باقي؟ في طابق ثاني والله. واو. أظني خلص ما أدري الطابق الثاني شو فيه. شوفوا. وأنا مستعجل بعدين شغل. في فوق في حاجة ولا خلاص؟ اكو غرف بعد. في غرف فوق. ها خلينا نلقي نظرة سريعة. هذا شو مسكرات؟ هذا طبعا نهر، نهر دجلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي قاعتين هنا ولا قاعة؟ اي تسلمي جزاك الخير. يعني هذه هاي القاعة وهاي القاعة بس. وهاي القاعة ثانية. تسلمي. ايش تحتاجه موجود؟ مشكورة يعني يعني بس وايد تسلمي. شوفوا. لازم اول. خازي شاكر الجمهوري الدوري اللامي المصلح أعضاء الحكومة رئيس المحكمة العسكرية العليا الخاصة محكمة الشعب. هذا أظن يوم حكموه. هذا هني راقد في المكتب سدح. طبعاً هذه قصص بس أنا ما عندي وقت صراحة. فنظرة سريعة اللي بيوقف على الكاريكاتير ويفهم معناه يوقف الشاشة. نعم. ها شو محمود؟ يلا يلا تمام. ففي قاعتين بعدين ان شاء الله بنصور. احنا مستعدين. يلا تمام. حياكم الله وشكرا على المشاهده. اشوفكم على خير. يا مرحبا. ان شاء الله في قاعتين بعد ما صورناهم في المره القادمه. حياكم الله ونشوفكم على خير. مشكور الغالي استاذ. مع السلامة.